مساء الخير. من 5 سنين إذا ما كنت غلطان طلت معي ببلد شفير، سكرت الطرقات، عملت بلبلة وانحكى كتير عن الحلقة ووصلت لأعلى نسبة مشاهدة عند المشاهدين إن كان بلبنان أو بالعالم العربي. الليلة بوعدكم بحلقة نارية ولعانة مع النجمة ليال عبود. فيكي ليال عبود من داخل لايف. اكيد بدي اشكر الاستاذ محمد ياسين اللي اكيد مواكب بهيدا الشيء كله اليوم واللي فتح لنا بلايف كل هدول القصص. فانيو رهيب جدا. اذا بدي روح باول الفقره مثل ما قلت انت مين، انا بقدر اقول انه انت فنانه عندك صوت رائع جدا، حضور رائع جدا ملفته عندك. كمان من اذا بدي اقول انت مين، يعني مثل ما هني بيقولوا انه مثيره للجدل بالشكل بالفن باي اغنيه بتقدميها كليبات. سبحان الله، يعني ما عم بحل عنك الاثاره، كل شيء مغير فيك. طب هلا بتعرفني اكثر، نتعرف الليله. ناسك ما بتعرف انه انت حدا كثير مثقف وحدا كثير معه ماستر. ليه ما بيعرفوها الناس؟ بيطلعوا بس بجسدك، بيطلعوا بس بشكلك، بيطلعوا بس شو لبستك. ليك في الفئات، بس خليني كمل جملتي. بس جاوبيني على هيدا السؤال لو سمحتي، بانت مين؟ انه انت حدا مثقف، فتحتي كتب، قريتي، تعلمتي. الكتاب هو رفيقي وصديقي اللي ملازمني كل يوم. خليني بس كمل جملتي. إذا بتعملي معروف ما أنت بتقطش كمان، ما بيأثر. بس خليني كمل الجملة وجاي أقول بدك إياها. أنا مسمح لك ونحن لا؟ أنا مسمح لي أكيد. أوكي. جاوبيني، العالم المثقفة بتنظر لليال بطريقة كتير حلوة وبطريقة كتير بطريقة كتير فيها نوع من الإلمام،
نوع من الثقافة، نوع من الأفكار الحلوة، الفيرست إمبريشن بيكون كتير حلو. ليه ما بيطلع؟ لما أنا بنادي الناس الغير مثقفين بيكون هيدا الشيء كل حدا من بيئته، يعني لكل مقام مقال. جمهور ليال شو؟ جمهور ليال من كافة الطبقات ومن كافة الفئات، كل شخص بحب ليال هو جمهوري. أنت اليوم بتعتبري بعدك شباك تذاكر؟ يي طبعاً. شوفي لين تفاجأتي؟ أكيد شباك تذاكر. أنت اليوم شباك تذاكر؟ أنا جمهوري اللي بيلحقني وين ما كنت، حتى لو كنت بآخر ما عمر الله. أيه. بيلحقوني وبيتابعوني وبيكونوا متواجدين وبالصف الأول. جاوبيني. شو مغير فيكي؟ يعني اللي بيحضرك من 5 سنين هلأ بفتح أنا وياك جوجل. أوكي؟ بتطلع بليال عبود. أنا بشهد لك أنجح مرة عاملة فيها تجميل هي هاي المرة. وإذا قلت لك إنه لا ما في شيء. ليال ما بقى فيك. خففنا بوتوكس، خففنا فيلر، وأصلاً بطل في فيلر أبداً. أنت بتقولي إنه أنت مش عاملة تجميل. رشاقتي طبعاً. أنت بتقولي مش عاملة تجميل. شو خصنا هلا بعملية تجميل؟ نحن جايين نحكي بالفن هودي ديجا فيه. كله. لا لا عم بسألك سؤال. هلا أنت اليوم. إيه. يعني هيدا الجمال عم جمل روحي يوم بعد يوم. روحي عم تطغى على جمال الخارجي، فعشان هيك عم تشوفني حلوة. عم بشتغل على حالي، والنضج الثقة بالنفس عم يكبروا أكتر وأكتر. والإنسان لتقدم مستمر إذا ما كان هيك بيكون منه إنسان طبيعي ومنه واعي. ليه عطول بينتقدوكي إنه عطول عاملة قصص؟ شفت لك شي شجرة، شي شجرة مش حاملة ثمار بيرشقوها بالحجار. طب وقف فرجيني ثماري. ثماري؟ وقف ثماري جواتي هلا اليوم بدي فرغها. اكيد اكيد، بس بدي اطلب منك توقف. اذا وقفت انا فرغ ثماري. بدي اطلب منك توقف شوي. وقف شوي بليز. قد ايه طولك؟ طولي 1.61 متر. متر وواحدة وستين ونص. الكعب قد ايه بتلبسي؟ بين 12-13 اوقات نشطح ل 16. صحية؟ يلا اوكي. انا اصلا راضية بطولي وام ساتسفايد يعني. اوكي بدي عزبك نقرب نوقف شوي صغيرة هون. وين؟ في مجال اي هون بس هون. اوكي. في سكربيني بليز بتعطوني اياها. ليال طولك عامل لك عقدة؟ لا ابدا ابدا بالعكس. طب ليه طوله الانسان بعقلاته هني هالقد؟ اقل من 3 سم. طب هيدا الكعب شو هالقد؟ بتقدري تلبسيه؟ بتقدري تمشي فيه؟ انا اذا ما لبست كعب ما بقدر اتحرك بشغلات بكل شيء يعني، حتى بالمطبخ بكون لابسه كعب. ليه؟ يعني بكون مثلا عندي شغل. بيعطوكي الثقة الكعب؟ لا لا ابدا، الثقة موجودة بس هيدي اكسسوارز. طيب عال شو خص المطبخ اذا اكسسوري؟ شو خص المطبخ؟ انا بكون لابسه وداهره من البيت. تنزعجي لما يقولوا عنك قصيره؟ ابدا. بس بدي اعزبك. ايه اوكي. شو كمان؟ مايل الثانيه شو؟ لا بدي هيك بس. ايه وقفي علق اجريك. عادي سافا سافا. اصلا الكعب مش هو اللي بعلي الانسان. انت عم تقولي عن جد للمره المليون والاخيره. إيه؟ بدي احكي فيه. انك انت مش عامله تجميل. ما خص. عاملة ولا مش عاملة؟ باس. يعني على طول بيسألوا عن بعض الأماكن، مقهورين منا يا أختي، في ناس مقهورة منا إنه كيف ظابطة. اللي بده ينقهر ينقهر يعني. ايه؟ ما همي أنا. عاملة ولا مش عاملة؟ ما خصهم. ما خص حدا فيني، أنا حرة بحالي. في عالم بتحب تقلدك. أنا أكون راضية عن نفسي، راضية عن حالي. في عالم بتحب تقلدك. مش في عالم بتحب، عم بيقلدوني وأوريدي عم يعملوا كل شيء. فيش إلا أنا بس يعني اللي غير في نفسي يعقوب يعني. خلص خلصت القصة. أوكي. تفضل. Thank you. مرسي ليال. أهلا. ليه بطلتي عم يعني عم نشوف لبسك تغير، عم شوف إنه بطلتي، سوري على التعبير، تتزلطي، صرتي عم تحتشمي، صايرة محتشمة، صايرة. لحظة. عم نواكب الموضة. الموضة المحتشمة. يعني عم أقول لك شي بيشبهني أنا. شي بيشبهك ولا مطلوب منك؟ لا. مش مطلوب مني ابدا ابدا. لو مطلوب مني من البدايه ما كنت. لا 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 عم بحكي هلا. جاوبيني على السؤال. انت اليوم صار لك فتره عن جد مغيره، وهيدا سؤالي. انه اول شيء مثل ما قلت لك ما في بقى تزليط، يعني ما عم نشوف غير جسمك هيك انت ولابسه، انت بعد تكوني شالحه مثل ما بقولوا. لا مش شالحه كثير، شالحه يعني اقل شوي من العاده، عادي جدا. طيب يعني شو اللي خليك تتستري؟ اي حدا طبيعي بيكون شالح اكثر مني. شو اللي خليك اللي خلاني اتستر هلا؟ انه انا انسانه وعيت اكثر، قلت انه عن جد فكرتي للتياب تغيرت، فكرتي كليال تغيرت، انضجت اكثر، بدك تغيري صورتك، كنت مواكبه الموضه بطريقه انه فكره انه الاوفر هو شيء مهم. أوكي. هلا وعيت على حالي اكثر، في اشياء ممكن ابرزها اهم بكثير من الجسد. مثل
مثل الاغاني الحلوه، الصوت الحلو، الاستعراض بالصوت مش الاستعراض بالجسد والصوره. يعني هلا الجسد بطل استعراض، هو الجسد مطلوب اني ضل محافظه على رشاقتي، محافظه على نظام غذائي معين، محافظه على اطلالاتي الحلوه، على لباس حلو، أوكي. على زي حلو، على زركشه، على الوان، على حب، على احساس. اكيد على حب. الحب دائما بيرسم دربه. ها؟ الحب دائما بيرسم دربه وبكحل عيوني. بس هو هلا الحب خلاك تصيري هيك؟ اكيد الحب. واو. ومن منا بلا حب؟ فينا نعرف مين هو؟ نو نقطع الستر. اها اها. خي اجا عريس. مش انا اللي غنيت حبيبي ليش عن حاله معرف؟ بكفي انا بعرفه. بعدك بتحكي بغرور وبعيوني كتير كبير. ولاف يو لاف يو لاف يو لاف يو لاف يو لاف يو. هذا اعتراف تاني كمان اليوم بالحلقة. لاف شو؟ لاف يو ولاف هيم. اها يعني لاف يو هلا عم وجه له على الكاميرا. اذا ما كنت عم وجه على الكاميرا انا كتير بحبك كعلامة. طيب وعلى الجانب الانساني بتعرف قديش انت. جاوبين، اعترفت انك مغرومة؟ ايه. اعترفت انه انت بلشت تتستري لانه طلب منك حبيبي؟ لا ما طلب مني حبيبي، سوري. هيدا الحديث اللي بيان. لا ابدا ابدا. مش غلط على فكرة. ابدا بالعكس. مش غلط اذا اليوم كنت مبسوطة بحياتك وغرامك وقال لك عادي بالبيت ما بقى تغني. بحب يستتك وتعيشي حياتك. لا لحظة لحظة، في شغلة. شوف إذا اللي بده يحب ليال بده يحبها مثل ما تعرف عليها. ايه. أنا فنانة. شو كيف ليال ليت عبود؟ ايه. ما فينا لا انفصام بينهما. ما فينا نقيم ليال ليت لوحدها. طيب شو اللي مانعك اليوم عنه حبيبك؟ ما منعني على شيء، بالعكس. طلع في دايما ضل محافظة على حالي. ايه. دايما ضل كبيرة بنظره. دايما عن جد كون ليال بكل معنى الكلمة. قدي صار عمرك؟ تتجرأي؟ مواليد الخمسة وثمانين، ليش ما بدي أتجرأ؟ عمرك قدي؟ 15/5/85. شو بيكون قديش عمري؟ حسبوهن. هيدا كذبة أو حقيقة؟ حقيقة. عطيني المراية بليز. ليال شو بتكرهي بحالك؟ طيبة قلبي. طيبة قلبي دغري بوسة. نحن تخبرك خبرية. خبرية. نحن من بيئة ماما وبابا ربونا على الطيبة، على هيدي البساطة، على التواضع. ولا مرة بحياتي تكبرت على حدا. صح. أنا بنادي بالصغير قبل الكبير وبحترم الصغير قبل الكبير لأنه أنا من هيدول الناس. أنت كنت بقوة أمن الداخلي طبعا. صحيح؟ هيدي كل الناس. تحية للمؤسسة العسكرية. للمؤسسة العسكرية. كنت تسوقي؟ كنت شوفيرة تاكسي شي؟ لا أبدا أبدا. ولا مرة؟ ولا مرة. كنت أطلع بالتاكسي. لوين تطلعي؟ اطلع مثلا اوقات سيرفيس تقطعني السياره مثلا. يعني الله يرحم هذيك الايام ما كان في تاكسي، كان سيرفيس. لا كان في اوقات تاكسي. انت كنت فيك تطلع بتاكسي؟ ايه كان فيني اطلع بالتاكسي. وقتها كنت بالدرك انا اوريدي، كنت عم بشتغل لي 4 سنين. انت كنت تطلع بالتاكسي او بالسيرفيس؟ بالتاكسي وبالسيرفيس. اوكي بس اكثر شيء اللي موفق لي كنت افيلبل كنت سيرفيس. الفقر بحياتك شو علمك؟ علمني. ايه. طلعي بالمرايه. الفقر بيصنع رجال. ايه. والفقر بيصنع مرأة قوية بتتحدى حالها. صنعك الايرون. صنعك وومن. رجال ولا امرأة حديدية؟ امرأة حديدية، ايرون وومن. بعدنا بقلنا جرأ اليوم، شو الخطأ اللي عملتيه؟ اوكي، لا رب العالمين، لا رب العالمين، ولا اهلك، ولا انت رح تقدري تنسيه. ولا شيء، ما عملت شيء هيك انا، يمكن شوي كنت اوفر بتيابي بس. هيدا الشيء. انا ما غلطت بحق حدا، غلطت بحق نفسي. واو. اوكي برافو. فانا لما كنت عم البس هيك اوفر كنت مغلطه بحق نفسي. اوكي هذا اعتراف كثير خطير اليوم. ما انه خطير ابدا. انه عم تقول للعالم انه انا خلاص. طب هذا شيء ما خسرك؟ لا ما خسرني خف ابدا. وهجك؟ لا ابدا. لما بطلت رهجت اكثر. لحظه رهجت اكثر. بس خليني جاوب. بدي خبرك خبريه. الجوهره الثمينه وين بحطوها؟ وين بحطوها؟ على الطريق ولا بحطوها بطريق بيعرضوها في لها ديسبلاي معين؟ بتعترفي انك ما كنت جوهره ثمينه؟ بالعكس جوهرة. كنت جوهره ما بقى تقطشين. جوهره رخيصه ابدا. ابدا. بلبسك ما كنت فيه رخص؟ نيفر نيفر نيفر. المراه لما بتلبس شيء اوفر مش معناته انه رخيصه ابدا. في فرق بين الاوفر وبين الواحد. سوري ما بسمح لك فيها ابدا. شو هي انا ما كنت ابدا ولا رح كون رخيصه. الانسان انا ما قلت رخيصه عنك. لحظه شفتي ما عم تفهموني غلط. عم نحكي عن اللبس اليوم. أبداً. انه وحده تطلع بس لتبين صدرها وجسمها والدريار تبعها
كانت بوقت، واليوم فجأة ما كنت عم بينهم اصلا، هن اللي بده يشوف هدول القصص هو كان يشوفهم، ليه ما بشوفوا اشياء ثانيه؟ بالعكس انا ما كنت عم بتعمد انا انه بين هدول القصص، انا هدول القصص ما بيعنوا لي، انا كنت مبسوطه. لا ما كانوا بيعنوا لي من البدايه. وليه عم تتلقمني هلا؟ مش عم بتلقمن، بالعكس، بس انت كثير زدتها يعني. زدتها؟ ايه طلعي فيي، ليه بحبوك النسوان هلا؟ هلا وقبل كتير، انا عندي كثير رجال. رجال النسوان، رجال والنسوان بحبوني. رجال ليه بحبوك؟ كل العالم بتحبني، حتى اولاد الصغار بحبوني. جاوبيني ليه الرجال بحبوك؟ حتى الكبار بالسن بحبوني، اكيد، لانه انا بعرف اتعامل مع كل طبقه ومع كل عمر ومع كل مرحله. ليه ما تجوزتي بعد؟ لانه ما بيعني لي الزواج، الزواج هو مؤسسه فاشله. ايه طبعا هيدا شيء بخصني وبخص حبيبي. طب شو اسمه حبيبي؟ الى حين اؤمن. شو اسمه حبيبي؟ ما دخلك. اسمه حبيبي. مازال ما قلتي لي اسم الشخص بحق لي انا احكي، هيدا حيكون الحب الجديد اللي حتاكلي ضرب فيه او حتطعمي ضرب فيه. جاوبيني. هيدا الحب مش الجديد. القديم الجديد؟ هيدا الحب اللي حدا فيه كل العالم. اوف. اكيد. وانا قدة. مش قوية يا مخلوقة. مش عامة. طول عمرك قوية. هلا ما في خشب، بس انه هيدا هون في خشب. حضلك قوية بحق، بس حضلك بسكربينة؟ ايه سكربينة. لا اذا بدكم يلا هيك اريح فري. جاوبيني، هيدا الحب اللي انت فيه اليوم حيكون حيوصل لمحل حلو او حتاكلي بوكس مثل ما اكلت بكوسة من رجال تانيين؟ الاحتمال الاول. حيكمل للاخر؟ اكيد. اها تل انفينيتي فول ماني. شو خصني بالماني؟ عم بسأل انا معه مصاري؟ ما همني بالمصاري، همني همني يكون، ممكن يكون كثير كثير فقير. ليه انت شو بدك تعملي فيه اذا كان فقير؟ شو انا بنعيش سوا عادي، خبز وزيتون. ترويقه خبز وزيتون، والغداء عدس مطحون، والعشا فول بكمون، وانجقنا التوفان. انجق 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 ايش الدجار وفان. سوري منك بس رح اقولها معلي. ايه عم بتكذبي. لا ما عم كذب. انت بتقدري تعيشي هيك؟ اكيد انت بتقدري تعيشي هيك. جاوبيني يا عمي. ليه اخدين عني صوره هيك؟ اخدين عنك صوره، مش هيك انا عم بطلب منك. لا بالعكس، انا اللي بنادي بالبساطه، وانا اللي بنادي بالتواضع، وانا اللي بنادي بالفقر. انا من عيله. انت بتنادي بالبساطه والفقر والتواضع. فوتو حط لي اياها على الارض. على الارض بدي اعذبك. هيدي فرشه بسيطه جدا. ايه تفضلي. ايه شو بدي اعمل؟ شلحتي من اجرك، تفضلي. نايم يعني؟ انت بتبكي غير عم خديتك؟ لا ابدا. جو. خديتي هي جو. لا بس ما فيني نام هلا. بدك تنامي يعني. انا حساعدك يلا. كيف بدي نام؟ هيدي مخديتك. صح؟ هيدي مخدة. عم خديتك هيدي بتبكي انت. ايه. عادة. تقعد هيك. هيدي مخدة. عشو بتبكي؟ مخديتي ببكي عليها، بحط راسي عليها اخر النهار. أيه. بس اجي بدي نام. أيه. فببكي عليها، هي الوحيده، هي سالوتي، هي خلوتي يعني، هي أيه. صديقتي، هي خليلتي اذا بدك. لانه هي اللي حافظت اسراري وكاتمت اسراري، وهي بتستر عيوبي اوقات، هي بتضحك لي وقت اكون مبسوطه. على شو بكيتي اكثر شيء اخر مره؟ بكيت على الغدر وعلى طيبة قلبي كتير كتير كتير. الغدر قد ايه بكيكي على المخدة؟ كتير. على هيدا المخدة. والتعنات والتعنات والتعنات. على هيدا المخدة قد ايه بكيتي؟ بكيت لدرجة انه عن جد هي قالت لي خلص. طب سكية وخبريني شو في كان في بقلب المخدة؟ طلعي بالمخدة. خبريني قد ايه في دموع وشو هن الدموع؟ طلعي فيها واحكي معها، يا مخدة انت كذا. شو بدها تقول لي يعني؟ بتقول لي اجى الوقت انه انت تنتفضي، تعملي ثوره. هي الثوره انك بطلي تبكي ابدا، خلص راح اللي راح، نبلش صفحه جديده، turn new chapter new life new beginning. شو حط المخده هون لو سمحتي. انت انسانه واضحه طبعا، ما بتحب الغموض ابدا، بس بكل حياتي وضوحي هو عن جد اوقات هو سر خطأي بالحياة. سر خطأك. صح. برأيك لو كنت فنانة غامضة كنت وصلت للصف الأول؟
ما بهمني الصف الاول. انا شايفه حالي دايما بالصف الاول بالطليعه. ليال بس انت مانك شباك تذاكر. انا ايه بدك تسال الناس. عم بسالك لك. انا ما بحكم على حالي. لا جاوبيني انت. ما بحكم في ارض واقع، في ناس، في جمهور. ليال ليه بقولوا ان انت بتدفع حق حفلاتك؟ انا جاوبيهم بيدفعوا لي حق حفلاتي. انت بتعيشي من حفلاتك؟ طبعا. اوكي. انا في اوقات ما بشوف لماما لبابا لابني. نعم. هيدا الشيء بحس انه عن جد في نقص بهيدا الموضوع. ليال قد ايه سرقتي بربع مليون دولار؟ هيدول اللي عرفت فيهم. طيب هيدول منين جبتيهم؟ يي يا ليال انا ربع مليون دولار فنانة. من 2006 بشتغل. سوري ما حدا بيشتغل قد. بس انسرقوا. لا قد ايه بعت فيه؟ لا انسرقت بمجوهرات، انسرقت بكثير قصص هيك يعني شوية كاش ماني كانوا بالخزنة. مين سرق لك اياهم؟ الله يرحم اللي سرقهم، هيدا في كثير قصص انسرقت واصلا انا غضيت الطرف عنا، في قصص كمان يعني حتى الشخص اللي سرقني يعني القانون تابعه مازن حلال، المتر مازن حلال بيشهد على هيدا الشيء. تحية لمازن صديق وبحبه كثير. المتر مازن حلال كان مواكب كل هيدي التفاصيل بالمحكمة وانحبس سنتين وشوي. قد ايه ثروتك اليوم؟ ثروتي هي محبة الناس لإلي. لا لا جمعتي مصاري، هيدي محبة الناس. يعني مين ما بيشتغل وما بيجمع يعني أكيد جمعت يعني معكي ثروة؟ أول شيء ثروتي هي إيه أكيد ثروتي هي محبة الناس، هي اسمي اللي تعبت عليه، اللي دفعت عليه دم قلبي من تعب من وقت من مجهود من بكي من زعل من فرح، كل هيدول صنعوا ليال عبود. أوكي اللي بدي يشوه صورتك اليوم نقطة على السطر بقول له بمحيك. اوف اكيد تمحي. انا انساني هلا ايه ما حدا قد. كيف يعني؟ يعني اذا حدا بده يتخطاني بالباطل حاميني الله. الله حامي الكل. اذا الله معي فمن علي. ليش اليوم ايه عم بحكي ليش اليوم انه اللي بده يشوه صورة ليال عبود بمحيه؟ تمحيه؟ طبعا بمحيه. ليه قبل ما كنت تقدر تمحيه؟ لانه كنت بعدني انا البنت الضايعه اللي نازله ببساطه انه طيبه قلبي، طيبه القلب ما بتنفع بهالايام. مع حدا كثير مفترس، مع هالغابه اللي مليانه كلها اسود وطبوعه ومدري مين ومدري شو، ما لازم تكون الا ذئب. بدك تكون ذئب، بدك تكون مثلهم، بدك تكون وديع مع الناس مع الناس اللي عن جد عندهم وداعة وعندهم بساطة وطيبة. ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني. هذا كله عم تقولي له روح روح. ليش انت ما عملتي اغلاط؟ نعم عفوا. نيكست اكيد. يعني اللي بيروح بيجي غيره؟ اكيد. انا عم بحكي عن فريق عمل. لا لا مش عم بحكي عن حبيبي بعد. كم غلطة؟ يا رب. كم غلطة انت غلطتي بحقه؟ بحق مين؟ اللي حبيتيهم. لا ما غلطت. ما خنتي؟ لا ابدا. انا أبداً؟ الخيانه مش موجوده بقاموسي، وانا حدا غنى للخيانه. بتعرفي تحبي؟ اكيد بعرف حب. احلى شيء حكيتي فيه اليوم انه انت كثير متواضعه وانه انت كثير عايشه بعدك البساطه. صح. وما قدرت تتكبري على العالم، وانا بشهد لك بهيدا الموضوع بكل ما انا بعرفك. هيدا صحن رز. هيدا صحن الفتة. شلو لي هاي. هيدي ما لها لزوم، ما بتستعملها ليال عبود. اكيد. فرجيني كيف بساطتك بتكون. بساطتي بس شوف. كيف بدي اكل هيك؟ لا ما عليه ما تخافي. ولو نفتكر حالنا قاعدين بالضيعة. بس انا على فكرة الفتوش ما باكله بخبز محمص هيك بالزيت. انا حاكله بخبز محمص. انا كثير هيلثي. اوكي. كلي لي الرز كيف تاكلي؟ اول شيء الرز ما باكله ناشف، يعني بده يكون عليه صوص. بس هيدا الرز من وين؟ انا رزاتي اطيب الصراحة. ها؟ ليه ما بتاكلي بالملقعة؟ بتحبي تاكلي بإيديكي؟ بحب هيك، بحب اكل ب يعني حس بالاشياء اللي عم باكلها. الملعقة بحس انه عن جد عم تبعدني عن الاكل، عن طعمة الاكل. بس اكيد الشوربة يعني بإيدك مضطرة. ليال خلصت يعني حبيت بساطتك. انا هيدا اللي بحبه فيك، ولكن بدي اروح لفقره النقطه السوداء بحياتك. النقطه السوداء مع ليال عبود. النقطه السوداء بحياتك ليال عبود هو انا اخترتها. اجى على بالي
ليه بده يكون معك بادي جارد؟ مين انت؟ ما زين احنا بعدنا بفقره مين انت؟ مين انت ليكون معك بادي جارد؟ انا ليال عبود. شو يعني تشرفنا؟ يعني شو يعني؟ يعني حدا كثير مشهور، حدا كثير. انت هيفا؟ ما خصني انا ليال عبود، ما دخلني، مع احترامي لهيفا مايا دياب، مع احترامي لكل الفنانين. لا جاوبيني بس، ليه بده يكون معك بادي جارد يعني؟ لانه حياه طبيعيه، انا عايش الشهره، انا ستار، ستار ليال عبود، فلازم يكون معي سيكوريتي. كل واحد ستار لازم يكون guard. معه بادي جارد؟ اكيد. كل واحد نجم؟ اكيد. اكيد. بس طبعاً. انا عم بسال نحن اليوم، نحن هلا بوضع لبنان، انت بتعرف وضعه كثير منيح، مش بس عندي بادي جارد، عندي كمان اشخاص ممكن يحموني للموت. هن ممكن يحموني للموت. اكيد. حضرتيهم؟ اكيد طبعا. تدفعي معاشات عليهم؟ يعني هلا جاوبيني على السؤال. ما خصلي معاشات، شو خصلي معاشات؟ انا عم بسأل ليه هدول عائلتي. هلا قولي لي اخواتي وعائلتي اخواتي، انا اصلا ما بيشتغلوا عندي، ما بيشتغلوا معي. معي نشتغل كلنا فريق واحد. هيك انا بفكر، هيدي المينتاليتي تبعيتي. اوكي، من شو بتخافي؟ بتخافي حدا يقتلك شي مرة؟ ابدا، لانه ما بأذي حدا. طب ليش بدك بادي جاردية؟ بادي جاردية لانه مازال ما في، مازالك ما بتغلطي مع حدا، ليه بدي يكون معك بادي جاردية؟ في كثير اوقات لازم انت تعمل اورجنايزيشن لحياتك ولشغلك، مش ايماج كذابة بنعملها. لا ابدا، انا هدول القصص عالم ما بيعنوا لي ابدا هول القصص. انا مش عايش الدور. أيه. ولا كبران الخس براسي. انت مش كبران الخس براسي؟ لا ابدا. ليال عبود ابدا، نجوميتك ما وصلتك لمحل تكبر الخس براسي ابدا. دايما 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 بقول انه في الله فوق. ما حدا بيكبر. ما بتكبر غير المزايا. ليال، مين كبرك انت؟ المال؟ اكيد المال بيكبر. اوكي، ماني از باور. الرجل؟ الرجل اللي بيحبك دايما وبيعطيك موتيفيشن، اللي بيدعمك بيكون السند، العائله، بيعطيك مصاري، السبب، بيعطيك بيت. عم بسأل شو خاص البيت؟ عم بسأل هول كلهم ما بيكبروا؟ يا حبيبي، بيكبر الإنسان هو شو في عنده. لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. هو اللي بيعمل لحاله القيمة، هو اللي بيكبر حاله، هو اللي بيعلي حاله، هو اللي بيوطي حاله. قبل ما نروح على هيدا البريك بدنا نسمع أغنية نختم فيها هاي الفقرة، لنرجع للفقرة مين هن معك أنت ليال عبود. خليكن معنا صح؟ أوكي تفضلي. أنا يا طير الطاير قلّه وحق الفرقة اشتقتلّه، يا طير الطاير قلّه وحق العذرة اشتقتلّه، قلّه بيحبه قلبي كأنه مضيع عدربي، ولي دخلك على دربي دلّه. طير الطاير قلّه وحق الفرقة اشتقتلّه، أنا يا طير الطاير قلّه ولك قلّه بيحبه قلبي كأنه مضيع، ودخلك على دربي دلّه دلّه. أنا يا طير الطاير قلّه وحق الفرقة اشتقتلّه، يا طير الطاير قلّه وحق الفرقة اشتقتلّه، قلّه بيحبه قلبي كأنه مضيع دربي، داخلك داخلك على دربي على دربي دلّه.
نوصل للفقرة الثانية بحلقتنا مرة جديدة. أهلا وسهلا فيك ليال عبود. ميرسي تمام. ليال، صورة 2 3 4 5 6 صور، ما كترناهم كثير. أيوه. أول صورة المخرج الكاتب شربل خليل. كان أول شيء مخرج بالنسبة لي، هلا بحس إنه في شيء غلط عم بيصير فيه لهيدا الشخص. خليني أنا بعيدة عن ألاعيبه السياسية. قولي له هاي كاميرتك. خليني بعيدة عن الساحة السياسية اللي أنت عم تفوتني فيها، وكل مرة بشوف على تويتر خبرية جديدة، يعني لهون وبس. قولي له لهون وبس، لأنه عايب يضل يغرد على تويتر بهيدي الطريقة، لأنه أنا ما بسمح لأي إنسان يعبس بفني وبصوتي وبوجودي وحضوري. شربل خليل سخف فيكي؟ أكيد. أها. ما تزعل الناس منك، لأنه ثلاث أرباع العالم صارت زعلانة منك. عن جد وعى حالك، وبس بدك تحكي عن حدا يعني لازم يكون في عندك إلمام بهيدا الشخص وعن شو عم تحكي. شو المضمون؟ شو بتغني له لشربل خليل؟ بدي أقول له لبدي عاتب قلبي وزلاته، كل واحد فينا بيتعلم من أغلاطه. صفيت النية واغدرت فيي منك لا الله، ايه والله عهالأذية. هنروح لصورة تانية. تفضلي، بس خلينا نفرجيها الكاميرا. أيوة. أبو طلال. ليه؟ شو؟ هودي صاروا من الماضي. أي هاي بالحلقة معي، كل خلافك هي مورا حلقة. واللي راح من عمري راح. أعطيني إياها. أبو طلال ماضي وانتهى، وأنا ربحت الدعوة عليه وانتهى الموضوع، يعني ما فيني أرجع عيد حالي وعيد السخافة اللي طلع فيها. قلدك بطريقة غلط وسفه بطريقة غلط، فات على حرمة ليال، بيت ليال، ابن ليال، عائلة ليال، تقاليدي، هيدا مش مسموح ابدا، ومش مسموح لشخص مثل ابو طلال يتناول كل هالمواضيع الحساسة وشرفي وكرامتي بهيدي الطريقة. عيب عليه. رفعت دعوة عليه، ربحت الدعوة، وربحت للدعوة اكيد. منروح لصورة ثانية. حاكم مصرف لبنان. إيه؟ رياض سلامة. شو؟ أنا عم فرج الصورة. تفضلي. بس شو علاقتي بالموضوع؟ عم بسألك مين هو أول شيء؟ حاكم مصرف لبنان. شو عم تحكي؟ حاكم مصرف لبنان. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. شو بدك تقولي؟ مين ما بيعرفه؟ كل العالم بتعرفه. بدي أقول له إنه. تعرفيه أنت؟ هلا أنا بعرفه لأنه مصرياتي بالبنك يعني. بس طلع فيه. بعرفه لأن مصرياتي بالبنك، أكتر من هيك ما عندي أقول لك. أبداً. أوكي، طب غني له هلأ. شو بتغني له؟ أنا حاحترم رأيك بس بدي أسمعك. اللي بعمش هشتري واللي خان هدوس علي، اعملي في الخلق دي ناس قوية ومفترية، دي ناس ملهاش امان بعوني دول هان عليهم، ما تمرش فيهم، دي ناس قوية قوية قوي مفترية. مش حبكي خلاص على ناس مش ناس، بيخونوا التملي ويبيعوا في ناس. أيوة. الله. ليهم واحترت انا فيهم، لازم اللي بعوني بكره اوريهم، يا ما عملوا معايا وخسرت كفايه، ولا عمر انا هرجع ولا بص ورايا.
مش هبكي خلاص خلاص على ناس مش ناس بيخونوا تملي وبيعوا فلاس. عرفي لي قد ايه ورتك صارت هلا؟ قبل الحلقة ولا بعد الحلقة؟ اوه بعد الحلقة على طول بيكون المبلغ كبير. ايوه على طول صح؟ بتوافقيني او لا؟ بيجيكي حفلات ولا كبير بده كبير؟ برافو. طيب حنروح لصورة جديدة. أول مرة طل على الشاشة، طل من برنامجي، وأنا كشفت للرأي العام عنه وفاجأتك فيه. صح؟ مزبوط. هو ابنك. ايوه. والليلة لأول مرة راح اكشف عن ابنك اللي أنا كشفت عنه أول مرة بالإعلام من ست سنين. لك عن جد حصة كتير كبيرة اليوم. بكشف مع مين نسقت يا تمام؟ هيدا مين أول شيء؟ هيدا جادو. هيدا جاد. هيدا كل حياتك؟ أكيد. تحية كبيرة لجاد. جاد تفضل. بتصدقي ولا ما بتصدقي؟ ايه حرة تصدقي انت والمشاهدين والرأي العام. ايه اول مرة بتأثر بمفاجأة بفوت فيها من بعد ما عم شوف دموع ابنك. زقفوا له. هيدول مش دموع. جاد جاد اهلا وسهلا فيك. هن عيونه عم بلمعوا بوجودك. لا فيهم بريق امل دايما دايما. جاد اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. جاد هاي امك، هاي ليال عبود، هاي الفنانة، هاي دي الإنسانة. اتطلع بأمك اليوم وإلا خزر عين شاب سارة أطول منك. ايه وقلي شو اللي بيحزنك؟ بيحزنني بأمي؟ ايه ولا شيء أبداً؟ لا أبداً. أحلى شيء بأمك شو؟ كل شيء فيها. أوكي بس أحلى شيء فيها؟ كل شيء، صوتها، جمالها، كل شيء. بس جاوبني على هيدا السؤال اليوم لأمك شو بتقول؟ أنا فخور فيها وبكل نجاحاتها وهي مثال اعلى لي. مثال اعلى كل شيء. ليه ما كنت متوقع يقول هيك؟ لا بس حبيت انه اول مره بيطلع، اول مره بيحكي. هو عاده ما بيحكي شيء، يعني هو حبه جواته. عن جد مش عم بمزح. شو براءه مثل هالشخص طلعي فيه لاول مره وعلى الهوا طلعي فيه وقولي له شيء ما قلتوا لي اياه قبل. انه بقول له انه عن جد ضلك محافظ على الرياضه اللي انت معتمدها بحياتك ونقي الدومين اللي انت بتحبه، ما تعتمد على حدا. خايفين عليه من الحياه، من المجهول، من الرفقه المش منيحه، الصحبه الغلط. خايف عليه من طيبه قلبه لانه ورثها مني. طيبه قلبه ورثها مني والكرم حتى كريم. يعني ما بدي اقول لك شو بصير. كريم كتير لدرجة إنه عن جد هو بيعرف كتير منيح في أشخاص بغشوا وبيمشي معهم هو، بس هو بيعرف كتير منيح إنه هني عم بغشوه وكتير ذكي. طلع فيه بتقول تعبتني أوقات. طلع فيه إيده تربية هي تعب، هي تعب أصلاً لتقدر تبني مجتمع أكيد صالح. أكيد أكيد بدك تتعب، بدك ترافق. أنا صديقته لجد، أنا ماني أمه، أنا أخته، أنا صديقته. شو بين أنا؟ شو بين؟ خيّا
مبين شخص واعي وأنا مبسوط إنه أول مرة طلعت على الشاشة على الرأي العام كنت معي واليوم لأول مرة عم بطلع عند الرأي العام وأنا فخور فيك يا جاد وأنا كمان وخليك هيك ونحن سعيدين فيك الليلة تفضل شكرا جادو ولا شكرا باب ماما شكرا ماما وما بقول لي ماما لولو بقول لولو مرسي جاد يعطيك العافيه وشكرا لاطلالتك الليله معنا رح اعطيكي اخر صوره تفتحيها ليال وهيدي الصوره نتناقش انا وياكي فيها اوكي تفضلي الصوره حدك هيدي ولا هيدي هي اوكي ايوه فرجيها على الكاميرا بليز صورة النجم وديع الشيخ شو؟ حالة استثنائية مثلك أنت؟ لا لا؟ لا شو يعني حالة استثنائية؟ حالة استثنائية نجم نجم غنية ضاربة ما في شيء بينزله وديع إلا ما بيضرب موجة شعبية حلوة كاركتير حلو يعني شاب أثبت نفسه ستار أثبت نفسه على المسرح ومحبة الناس له وحشوده وجمهوره يعني الله يوفقه جمهوره كثير منيح أنت بتقولي أنه وديع الشيخ ما بيجيب حفلات قدك أنت جمهور قدك أنت أصلاً أنا ما بقارن حالي بحدا وبألمانيا أو برات لبنان مش مزبوطة ما بتقارني ما بقارن حالي بحدا صراحة شو وديع الشيخ بتقارني حالك أو لا ما بقارن حالي أنا فنانة هو فنان انا يعني؟ انا بنت فن. هو شاب فن فن بالعكس مين اقوى اليوم انت او هو لا ما بحس انه انا انه مين اقوى ما رح احكم عليه لا جاوبيني للفنان وديع او احكم على حالي الناس بتصنفني فهن الحكم انا ما عملتي مراهنه على حفلتين صارت باحد البلاد وقلت انه انا بجيب اكثر ابدا مش مزبوط هيدا الشيء اللي بيقولوا هيدا الحكي شو بتقولي انا بقول انه انا شباك تذاكر انا موجوده مش قد وديع لا 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 ما خصني ما بقارن حالي انا عم بسالك بتقدري تجيبي جمهور قد وديع الشيخ انا ليال عبود بقدر جيب جمهوري انا يمكن جمهور وديع يختلف عن جمهوري ليه شو الفرق ما بعرف بدك تسال جمهور وديع وجمهور ليال مختلف ايه اليوم في حفله لوديع وحفله لليال ايه اوكي هون مطرح ما نحن موجودين باللايف ايه انا بحس انه بنكمل بعض شو بنكمل بعض ليال عم تكذب علي او على المشاهد او عم تجاملك انا الفكره انه انا ما بكذب انت عم تنعتني بهي الصفه انا ما عم بنعتك يا حبيبتي ما عم بنعتك عم نكذب بالجمله اللي هي عم تنقال ما بكذب ولا ما بدك تعترفي انه هو اهم
او هو بيجيب اكثر؟ ما خص مين اهم، بيجيب اكثر ولا بيجيب اكثر ناس؟ انت شباك تذاكر مثل وديع الشيخ اليوم، يمكن اكثر يمكن اقل، ما بعرف. مش انا اللي بحكم على حالي، صدقني مش انا اللي بحكم على حالي. يعني في جمهور بيتبع ليال اوكي، وفي جمهور بيؤمن بليال. بتعترفي انه هو من 2007 عم بحكيك من 2007، انا تاريخي بيشهد عني، مش ضروري احكيك عن مين شباك تذاكر. اذا بدك تنتقدي شو بتنتقدي؟ بقول له انه يخفف العصبيه، اوقات بيعصب شوي، ما بدها هالقد، بس هو انسان ناجح وفنان كل العالم بتحبه. بتغني له؟ انا من اول الو. تفضلوا فرقه شباب، مش حافظتها. خلينا نجرب يلا. طيب اوكي. انا من اول الو، موتني الصوت الحلو، قلبي كان ماشي بجنه، وما عاد ساعدني الدنيا، طاير مدري شو بني، رح اسوق راس السنه. ليال تحية لوديع. أكيد تحية لوديع. واحد اثنين، خليكي معي بليز. عندك أبو طلال وعندك شرب الخليل. اليوم من هو الأسوأ؟ لحظة، من هو الأسوأ؟ هلا لأنه من هو؟ ما بدي جمل. مين؟ أبو طلال. أبو طلال الأسوأ. أبو طلال لأنه فات بالعمق بالصميم. رح أترك معك الختام لإلك بهيدي الفقرة، غنية لإلك، من بعدها رح نروح للصندوق الأسود، وما أدراك ما الصندوق الأسود، مع ليال عبود. تفضلي. أسمر يا أبو عجال والجفن الميال، الله شوفت شوفت شوفت. أسمر يا أبو عجال والجفن الميال، أسمر يا أبو عجال والجفن الميال، شافت عيني يا عيني في مثلك رجال، في مثلك رجال، أسمر يا بعجل. Yeah.
زعلت عليا وانا شكيلت يا معوة وانت زعلت عليا متابعين مع النجمة ليال عبود بفقرة الصندوق الأسود. ليال رح نروح لأول شيء بالصندوق الأسود، بس بدي عزك ما تطلع. هلا كل مرة ماما حبيبتي، ماما هي سر نجاحي، ماما هي سر بسمتي. ما رح ابكي. اها اكيد ما رح ابكي. قديه بكيتيها لامك؟ ما بكيتها ولا مرة، بس كل ما تودعني بدي سافر بتبكي. خلي لي اياها يطول بعمرها، وهي سر سعادتي وفرحتي عن جد. قديه تحملتك؟ بالعكس انا الوحيدة اللي ما زعلتها للماما من بين السبعة. اه والله؟ ايه. انت الدعم لها اليوم؟ هي الدعم لإلي، مش انا الدعم لإلها. هي مش بحاجتنا. ليال شو اللي بحزنك عن امك؟ مرضها المبكر، الباركنسون، كان عمرها 51 سنه. هيدا اللي عن جد بزعل عليه من كل قلبي بكير. انه انا وصغيره كنت حاسه انه كثير عصبيه وكثير صعبه، كنت احب بابا اكثر. لما وعيت على الحياه وصرت ام، صرت اعتبر امي هي مثل الاعلى. رح روح معك. ايوه. السياره اللي شافوك، الجروب اللي اجى معك، الحرس والحمايه والمرافقه والسيارات اللي ما شاء الله. ايه. يلا منعبي حكي قد ما بدكم على الهوا. بس ليه بتحبيهم هون؟ لانه هيك بحسهم انه بعدني زغطوره. لانه ما عشتي طفولتك. لا عشت طفولتي، بس عن جد عشتها بمسؤولية. هي عطامتها عشو؟ نوقة تفضل. واو بتحبيها؟ بس مش كتير مع الكربوهيدرات والقصص اللي فيها شوغر يعني. بس فيها شوكولا، بتاكلي شوكولا كتير؟ باكل شوكولا بس الدارك تشوكلت. اوكي طيب، روحي معي لشي تاني. العسل، خبرة بالعسل يا كلك سحر. صح؟ شفيني هيدا العسل وصو عليه وصاية. بدك تدقينا اياه تشوفينا اياه اذا منيحة ولا لا. ما بحس انه هيدا 100%. بدي اياكي لانه بعرف انك خبرة بالعسل. اول شيء العسل بدك ترفع هيدا ال هلا حتعلميني اليوم كثير قصص.
اوكي اوكي تفضلي. اول شيء بدك ترفع تحط هيدي هون اوكي بدك ترفع، اذا قطش الخط هيدا بيكون منه طبيعي منه اصلي. اوكي ما اذا ما قطش معناته هيدا بيور، هيدا ناتشرال، هيدا يعني كثير مزبوط. دقينا اياه بس ليه يعني؟ تفضلي لانه انت خبره بالعسل. انه هيك ما بيسوى. تفضلي. ليه انت خبره بالعسل؟ شو عرفك بالعسل؟ لانه عائلتي ربينا على منحله كثير كبيره. اوكي. وانا كنت ساعد اهلي واخواتي بالعسل. نعم شوف. يعني نروح على المنحله نعليها نهتم فيها نقتل الدبابير نحط لها نترك لها اكلها نهتم بالملكات كل هدول عندي خبره فيهم. هلا بدي اطلب من الشباب حدا يجي بس ياخذها مني معليه. اكلت عسل. شو كمان؟ ورحنا على كل شيء. شفتيها هاي؟ ايه بس مين اعطاك العلبه؟ يا ربي دخلك. ليال عبود. بفرج الكاميرا. ليال ايه اي سيجار بتحبي منهم؟ لخبرك الخبريه كيف بلشت، بلشت بزمن الكورونا. اوكي انا قبل ابدا ما بشرب دخان ولا ارجيله ولا خصني بهالقصص. اوكي وايام الجامعه ادمنت على القهوه. نعم وحتى القهوه ما كانت تعني لي بس هلا كثير مدمنه على القهوه. حلو بس سيجار بلشت فيه بزمن الكورونا من بعد ما رجعت من امريكا. كي كان عندي تور وجينا قعدنا بالبيت ف حبيت السيجار كثير جربت وكان كثير طيب. طيب هيدا ذا بيست لالي الاوليفا. لك انت؟ ايه واو نيكاراغوا. نعم الباقي كله كوبا. اوكي اي بس بدي اعزبك لك انت. لا انا بفضل هلا اليوم السيجار. بنعمل اي شيء صغير البوليفا. خايفه تصرفي لانه غالي. عن جد غالي واللي تحت عندك اصناف ليميتد. اوكي هيدول كثير اصلا هلا بطل في منهم بالسوق. صح هلا ناخذ نستعمل هيدا البوليفار. اوكي اوكي اول شيء هيدا الكتر. اوكي نعمل لها هيك نقص. اوكي بعدين هيدي الصوره لازم تكون لبرا. اوكي خبره ها خبره. اوه هو لازم يولع بعد اكثر. زعفولة لازم يولع بعد اكثر وهيك. خليك عم تشربي سيجار لانه هيدي الملف الاسود اللي لازم اطرحه كنت باول فقره. اليوم رح اعطيك الاختيار اطرحه مع هاي خطر نار ماء نار. ليال عبود كبيتي هددتي انك تكبي مية نار على حدا ايه او لا؟ ابدا. وهيدا الملف الاسود يا بتفتحي يا لا. هيدا الملف الاسود وهيدا هو. شو؟ عرفتي شو في بقلبه؟ ما بهمني. ما بهمني. ما عندي ملفات سوداء الصراحة ومية النار هيدي ما بتعني لي ابدا، حط لي مية سلام، حط لي ماء الورد. انت ما هددتي حدا بمية النار؟ ولا بحياتي عملتها. اذا في ادلة. لحظة لروق راسي شوي. بس بليز هذا الملف الاسود اللي داعس عليه شو؟ ما بيعني لي، ما عندي ملفات سوداء اصلا لحتى افتح ملفات سوداء. ما عندي مش انا، ما بتشبهني مش ليال، سوري. شيلها من الكادر كمان. وهيدي مش لإلي، اعطيها لحدا تاني بحب دايما تهديد وشو اوف على السوشيال ميديا. مش انت مش كنتوا اصحاب انت وياهم؟ مع مين؟ ما قلي. ما رح اذكر اسم. ما بيعني لي حدا. مية النار. مية النار ولا خصني فيه، انا انساني مش رح اقول. رفعتي دعوة ولا ما رفعتي دعوة؟ رفعت دعوة بس مش واصلة مية النار. سوري رفعتي دعوة. اكيد بمخفر انتلياس. صحيح. مطرح ما كنت انا ساكنة. بس ما وصلت لمية النار، هيدا شيء ما بيشبهني ابدا. هيدا المشكل اللي عم نحكي فيه واللي رفضتي انه حضرتك تفتحيه. ما بهمني. عندي سؤال، هل انت السبب؟ انت غيراني او هيدي منها ملفات سوداء. انا بالنسبة لي ملف اسود. هيدي ملفات. جاوبيني. هيدي بالعكس، هيدي بزيدها على ريبرتواري. هيدي ليك اذا بدعس عليها هلا ليك شوي بتعليني، اذا كتروا بعلوني اكثر بعد.
بعد البريك الإعلاني بدي أخذ تليفون ليال عبود. 1 2 الفضيحة السوداء بعد البريك. يلا تليفوني. وصلنا للفقرة الأخيرة بحلقتنا لليلة قبل الفضيحة السوداء. أعطيني تليفونك ليال عبود، وينه؟ فضيحة سوداء. ليه بتتفاجئي طيب؟ طب شو بدك بتليفوني؟ ما فهمت، هيدا تليفوني، تليفونك أنت شو؟ افتحي لنا إياه. قصدي ليه شو بدك؟ طب أنا حر. لا أنت مش حر. بلا أنا حر، هيدا أنت مش هيدا حر. هيدا برنامجي وهيدي قواعد البرنامج ومضطرة أبداً تفتحي. أنت منك حر. طيب تفضلي. أنا حرة بتليفوني بس أنت منك حر بتليفوني. شو في بقلبه هيدا التليفون؟ أنت حر بتليفونك. طب فيني سمعك شيء؟ سمعني شيء؟ إيه. هيدا بعد ناقص، بعد ناقص نغني للبسينات يعني. هيدا بعد ناقص، احنا ما غنينا لشيء للبسينات. ليه زعجتك هالغنية؟ والله مش زعجتني، بس انه كتير يعني، كتير عن جد يعني، كتير عم يعني المستوى صار هلا يعني. هيدي الغنية مستوى واطي بتعتبريها؟ مش مستوى، هلا الايقاع والموسيقى حلوين يعني برقصوا، بس منا هالغنية يعني. شو بتقولي لها؟ بس بوس ودبدوب خلص بقى. ما عجبتك ابدا؟ لا. طيب رح اروح معك للفضيحة السوداء. يا رب دخلك يا رب. هي فضيحتك السوداء. فضيحتي؟ أكيد. أيوه. أطلب منك تفتحيها والكاميرا ما حتشوفك. مش لأني خيفاني إني أفتحها، ولا إني خيفاني لأنه عندي فضايح، أنا ما عندي شيء أبداً. أنا تابيولا رازا، صفحة بيضاء. هيدي ما تشبهني أبداً 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 أبداً. أوكي. افتحيها طيب شوفيها. نو. بدي إياكي تشوفيها. ما في داعي عذب حالي. بدي إياكي تشوفيها. ما بدي شوف. أنت إلك معي لشوف ولا ما شوف؟ أنا إلي معك تشوفي، ما إلي معك إنك تعرضي. ما بدي شوف ولا بدي أفتح. أنا اليوم كنت كتاب مفتوح. طب افتحي هيدي. ما في داعي. خليك تكون كتاب مفتوح باللي بقلبها. آخر همي شو فيها، ما بقى يعني لي أصلاً، أنا ما عندي شيء لخبيه. أوكي. أوكي. طيب أنا كنت عارف إنك ما رح تفتح السندس، هيدا أول شيء رسالة مني. مش قصة كنت عارف، هلا مش عم تتنبأ أنت. بلا عم بتنبأ. لا أبداً. أنا رح فرجيكي إنك ندمتي فتحت الشنطة، لأنه الشنطة فيها هيدا. دخل قلبك أنا. شكرا، ما بدي إياكي تحكي ولا كلمة. ندمتي ولا لا؟ ندمت عن جد. معي هاي الرسالة، بدي فرجيك إياها. يا رب قولي لي إذا أنا غلطان أو لا. بس هيدي إنه في شيء بيشبهني فيها. أوه ماي جاد، بس هي كيف وصلت لعندك؟ افتحها اقريها. بس انا هيدا الشيء لإلي خاص فيني يعني. هيدي يعني هيدي قضيت عليكي يعني. هيدي مثلا اخر جمله بتكتبيها بمسيره حياتك كنت. الله اكبر. صح انا ولا ما بدي لا. اتذكر هيدا الشيء عن جد. صح اذا بتذكر او لا؟ صح او لا؟ اذا بتذكر هيدا الشيء المكتوب هون عن جد بتضايق، لانه يعني كانت عن جد. شو قصتها؟ هيدي كتبتها من بعد ما رجعت من مستشفى، من إحدى المستشفيات الموجودة بلبنان، بعد عن جد ما تعرضت لوقف قلبي للحظات. وهيدي الذكرى يعني بضايقني كتير بس اتذكرها عن جد، كرمال هيك كتبتها على ورقة وخبيتها عندي. بس بدي أقول مرسي لسارة. أنا سارة. سارة اللي عن جد هي قدرت أمنت لي إياها. وقف قلبك، متي، عشتي، قلت إن الله حق. صح. وأخيراً ما زالت تلك اللحظة داخل خبايا الذاكرة، لم تكن حلماً أو كابوساً، إنما موتاً داهم قلبي لثوان وفارقت الحياة. بتاريخ 17/5/2017 الساعة 2:00
تنتين والنص فجرا. شو كنت عم تعملي؟ شو صار معك؟ عملية شو كنت عم تعملي؟ ما في داعي أقول لك. ليه؟ لأنه كنت عن جد عملية، يعني عملية عن جد هيك، كنت اتضايق وقتها أطلع على مسرح وكعب عالي. كانت عملية مزق أفتاء هي، حكيتها بالعرب الفصيح. كان الممرض هونيك حط لي إبرة بالغلط وكانت لحدا تاني، وفقدت السيطرة على كل شيء بجسمي. متي؟ حسيتي حالك متي؟ وقف قلبي وصار ضغطي يطلع وينزل، وهيدي عن جد هاللحظة. بدك الخزقة؟ لا خليها، فضل اني خليها تتذكر شو صار. ليال عبود اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو لك. شكرا كثير لحلقة مع تمام الليلة، بتعرفي محبتك انت عندي قد ايه. وانت بتعرفي معزتك، انا على الصعيد الشخصي بحترمك، انت اب وصاحب عائلة وعندك مبادئ. على الصعيد العملي انت انسان ناجح. شكرا. وعن جد كايد كثير من المنافسين. حبيبتي كلك زو. ان شاء الله جود لك بحياتك ومسيرتك، وان شاء الله بتقشع الخير كيف ما برمت. ميرسي كثير. ثانك يو لنيو تي في، ثانك يو لكل اسره برنامجك اللي عن جد بعقده. بدك توجه تحيه للفرقه الموسيقيه. تحيه لفرقه الموسيقيه بقياده ربيع وعيتاني وكل الموجودين، ما بدي اسميكم فردا فردا. وجه تحية لسليمان أصفهاني مدير مكتبي وكل كرو العمل. تحية لسليمان. الخاص فيك أنت. أنا بدي وجه تحية لكل فريق عملي اللي هني واحد مني وشقفة مني، ولولاهم أنا مني هون ولا بنجح. هيدا هو، هيدا هو النجاح. ميرسي لكل الفريق العمل، ميرسي لإلك، أهلا وسهلا لك فيك. الختام معك لهون بنخلص، بتخلص حلقتنا لليلة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة، كونوا على الموعد. إلى اللقاء مع ليال عبود، بنختم. باي باي. We'll be right back.
ضرورة أمتعتني أبهرتني بكل اختبار عجبتني أمتعتني أبهرتني بكل اختبار عجبتني حاضر يا مستر دايما مصيد حاضر يا مستر دايما مصيد على الهوى مباشرة طاوح ودمي طاوح ودمي مستر